يدي القولة وبكل الوسائل حق الجمهور بشلات فريدة جمع الكنود ما يشكل عضايل والعوايد باقية بحكمة شديدة. أيها الحب الكريم، متابعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، التواصل مستمر والانطلاقات مستمرة والعروض مستمرة وشوط آخر يأتينا بوزن الجعدان ليعلن وجوده في هذه الجائزة وفي هذا الميدان. نذهب إلى شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بن ضعية بن غدير على المركز الأول، أما المركز الثاني يأتينا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مشعان بن سعيد بن غدير، أما المركز الثالث أيضا شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بن ضعية بن غدير. إذا انتقلنا إلى المركز الرابع نلقى الأسد، نلقى الأسد، نلقى الأسد أسد يا بن مرخان، نلقى الأسد في المركز الرابع أحمد بن محمد بن مرخان مع الأسد، والمركز الخامس شاهين اسمه الشيخ حميد بن عمار بن حميد نعيمي بقيادة علي بن مهير بن بليشة. هذه المراكز الأولى يا متابعين يا مشاهدين، هكذا ننتهي من إذاعتنا وندانا الأول لنبحر في هذا الشوط، نبحر مع المقدمة لنتابع مقدمة الشوط. وشاهين شاهين غير رايق، نقول لك رايق رايق، مزاجك 10 على 10 عشرة على عشرة. يا سلام يا سلام يا سلام، المدام 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 يبقي سلام، المدام يبقي سلام. وشاهين شاهين على المركز الأول، خذ السلام خذ السلام بأيام العيد، عيدية العيد يا بن سليم، خذ شاهين. والناموس يا أبو حمد، الناموس لعبد الله بن حمد بن سليم الثاني علي بن أحمد بن واسل المركز الثالث. فأنا وصول من شعار بن رشيد، والرابع لسمو الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والخامس أحمد بن محمد بن مرخان. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس.